تسمم للفنانة هبة مجدي وبنتها بسبب مطعم ماكدونالدز. اللي حصل بالظبط ان انتقلت الفنانة هبة مجدي وبنتها المستشفى بسبب سندوتشات من ماكدونالدز. طلع زوجها الفنان محمد محسن وحذر الناس من المطعم، وكتب الكلام ده على حسابه على الفيسبوك. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.